حكيت تأكيد على قصة مسكة البيتبول من ورا. الموضوع مفهوم يعني ما حدا يفهمه غلط، انه انا بحكي عن البيتبول نجرب، في حال بيتبول مهاجم واحد وانت اجيل فيش معك اشي بايدك، ممكن يكون معك اشي تقتله، ممكن يكون معك اشي تضرب موس، انت حر. بس انا بحكي في حال فيش معك اشي وكان البيتبول ماسك حدا، كيف تشتت البيتبول؟ بامكانك تمسكه من اجريه وبامكانك تكسره كمان هيك بهاي الطريقة، تمسكه من اجريه وتعمل له هيك تكسره، بامكانك كمان تمسكه اذا فلت ماشي تلفه وتخبطه وين بالارض، تخبطه بالحيط، بتقدر شو ما بدك تعمل زي ما بدنا نعمل هيك. طلع سكني النظارة ايوه بس خليك وقت، لنفرض انت اجيت شايف بتفلت الحبل لما شفت بيتبول تمسكه هاي الطريقة بسرعة، ابعد شوي ابعد، شايف بامكانك تكسره هيك، طلع كي بس انا بديش اكسر ظهرها، بامكانك تعمل هيك وتكسر الهاي